أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن فوز 5 مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم يعد مثابة شهادة دولية رفيعة المستوى من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة حول العالم على قدرة الدولة المصرية لإنجاز المشروعات التنموية وفق أرقى المعايير الهندسية والإنشائية في مدد زمنية قياسية، وهي المحددات والمعايير التي طالما يوجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشدد على الالتزام بها في جميع المشروعات التنموية على امتداد رقعة الجمهورية. وكانت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية قد أعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022، وضمت حوالي 34 مشروعاً فازت مصر ب5 جوائز فيها، حيث فاز مشروع محطة عدلي منصور التبادلية كأفضل مشروع نقل في العالم، وفاز مركز مصر الثقافي الإسلامي والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأفضل مشروع ثقافي في العالم، وفاز مشروع تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل بجائزة أفضل مشروع ترميم في العالم، كما فازت محطة رياح رأس غارب بخليج السويس بأفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم. أما أفضل مشروع بيئي في العالم ففاز بها مشروع تطوير قرى توشكا الجنوبية.